تركا في إغلاق شركة الموارد المعدنية وشركات التعدين بولاية البحر الأحمر. التعدين يقلص 1,700,000 فدان من مراعي البطانة ويهدد القطاع الحيواني بالقضارف. 6 مليارات دولار من البنك الإسلامي لتمويل التجارة في مصر. المشاهدون الأفاضل عبر قناة سوداني 24، المستمعون الأكارم عبر إذاعة سوداني 24 على الموجة 93.6 FM، مرحبا بكم في الحدث الاقتصادي، ونستهل بحزمة من الأخبار الاقتصادية الاتحادية. نقدم بعده ملفا حول الربط الكهربائي بين السودان وإثيوبيا، الفرص والتحديات، ومن بعده طائفة من الأخبار الاقتصادية الولائية، ثم نختم الحدث بحزمتين من الأخبار الاقتصادية الإقليمية والدولية، وفي ختامه كالعادة تذكير بأهم العناوين. قال وزير المالية والتخطيط الاقتصادي دكتور جبريل إبراهيم إن السلطات شرعت في وضع خطط لخصخصة شركات مملوكة للجيش في وقت كشف فيه عن محادثات مع دول عربية لاستئناف تقديم مساعدات مالية. وأكد جبريل في مقابلة مع وكالة بلومبرغ أن الحكومة لا تزال تعتزم إغلاق نحو 650 شركة مملوكة للدولة وخصخصة أخرى رغم الأحداث التي شهدها السودان في أكتوبر الماضي التي أسقطت الحكومة. وكشف عن محادثات مع دول خليجية منها السعودية والإمارات وقطر، وأعرب عن أمله في أن تسفر المحادثات عن نتائج إيجابية. وفي الوقت ذاته أوضح وزير المالية أن البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لن يستأنف التعاون مع السودان دون التوصل إلى اتفاق سياسي مشروع لتشكيل حكومة ديمقراطية. نفى رئيس المجلس الأعلى لنظارات البيجل أنباء المتداولة بشأن إغلاق الشركة السودانية للموارد المعدنية المحدودة وشركات التعدين بولاية البحر الأحمر. وقال رئيس المجلس محمد الأمين ترك في تسجيل مصور متداول على المنصات الاجتماعية أنه لن يتم إغلاق الشركة السودانية ولا توجد نوايا للإغلاق، مبينا أن الشركة السودانية للموارد المعدنية واحدة من مؤسسات شرق السودان ولا يمكن إغلاقها. وكان تعميم صحفي منسوب إلى المجلس الأعلى لنظارات البيجا والعموديات المستقلة قد أعلن إغلاق الشركة السودانية للموارد المعدنية المحدودة وشركات التعدين بولاية البحر الأحمر. برأت محكمة مخالفات الأراضي في الخرطوم القيادي بحزب المؤتمر الوطني المحلول عوض أحمد الجاز من تهم تجاوزات في مصنع سكر مشكور. ويواجه وزير الصناعة بالعهد السابق عوض أحمد الجاز والمدير التنفيذي للمصنع محمد عبد العاطي تهما تتعلق بتجاوزات مالية بلغت 150 مليون دولار مخصصة لإنشاء مصنع مشكور. أقر اجتماع اللجنة التسييرية للغرفة القومية للمستوردين تشكيل لجنة تجاوزات في مصنع سكر مشكور، وواجه الاجتماع بالشروع في حصر العضوية والتواصل مع منسوبي القطاع بصورة مباشرة لضمان حق الانتخاب. وشدد الاجتماع على ضرورة التوافق على خطة عمل وتكوين لجان لمباشرة العمل للتصدي للتحديات الاستيراد ورفع أثارها على القطاع، بجانب وضع تصور لطرح القضايا من خلال المنتديات وورش العمل، والتأكيد على أن تكون الغرفة جزءا أصيلا في اتخاذ قرارات الاستيراد. شكت شعبة مصدري الماشية من تحديات تعترض قطاع الثروة الحيوانية أبرزها تعدد الضرائب والجبايات بجانب عدم توفر المياه والخدمات البيطرية. وأرجع ممثل مصدري الماشية صالح صلاح خلال ورشة صادرات الثروة الحيوانية العقبات والحلول أرجع التدهور الذي أصاب بعض القطاعات الإنتاجية إلى رفع الدعم عن الوقود الذي تسبب بدوره في ارتفاع أسعار النقل. قالت شعبة مصدر الحياة البرية إنها رفعت مذكرة إلى السلطات لسماح بتصدير الأصناف التي أوقفت بعد انخفاض عائدات الصادر في هذا المجال. وأوضح ممثل شعبة مصدر الحياة البرية عاطف محجوب الزبير أن عائدات صادر الحيوانات الحياة البرية انخفضت بسبب إيقاف وحصر الصادر في أصناف قليلة، ما أدى إلى فقدان الأسواق العالمية وساعد في تمدد التهريب إلى دول الجوار.
حافظ سعر الدولار خلال تعاملات اليوم على مستواه لدى البنوك الرسمية والسوق الموازية، واستقر الدولار عند مستوى 567 جنيها و75 قرشا للشراء و572 جنيها للبيع وفقا للموقع الإلكتروني لبنك الخرطوم. وسجل الدولار لدى الأسواق أو لدى السوق الموازية 568 جنيها حسب وسائل إعلام محلية. نتحول عقب الفاصل إلى ملف اليوم، ابقوا معنا. أهلا بكم مجددا مشاهدينا للحدث الاقتصادي. وفي ملف اليوم، بحث وزير الطاقة والنفط مهندس محمد عبد الله محمود مع وفد منظمة دول شرق إفريقيا الربط الكهربائي بين الدول الأعضاء، دراسة إنشاء خط ثاني للربط الكهربائي بين السودان وإثيوبيا بسعة كلية تبلغ 3000 ميجاوات وجهد يبلغ 500 كيلو فولت، على أن ينفذ على ثلاث مراحل، 1000 ميجاوات في كل عام إلى أن تكتمل في 3 أعوام بتمويل من البنك الدولي. وقال وزير الطاقة والنفط: نأمل أن يعمل البنك الدولي على تنفيذ التزاماته لخدمة الشعب السوداني، لا سيما أن السودان يحتاج لمضاعفة الكهرباء لكي يغطي حاجة البلاد من الطاقة. أرحب بضيفي عبر الهاتف، سيكون معنا الخبير الاقتصادي البروفيسور عثمان خيري، مرحبا بك. يواجه القطاع الكهرباء في السودان تحديات كبيرة فيما يتعلق بالتطوير المستمر والمواكبة في بلد يطرح شعار زيادة الإنتاج والإنتاجية للاكتفاء الذاتي وتطوير الصادر. رغما عن التطوير والتحسينات التي شهدها قطاع الكهرباء بالبلاد في السنوات الأخيرة، إلا أن الشبكة تواجه مخاطر جمة جراء الطلب المتزايد للاستهلاك في ظل التوسع العمراني بجانب القطاعات الإنتاجية الأخرى، ذلك لأنه لا يوجد أي احتياطي من الكهرباء لتعويض الأحمال عن خروج الشبكة العامة عن الخدمة لأي سبب طارئ، خاصة وأن احتمال وقوع أعطال يظل أمرا واردا. وشهد الإمداد الكهربائي في السودان في العقد الأخير ثباتا واستقرارا، خصوصا بعد دخول محطات سد مروي في الخدمة، والتي حققت زيادة مشهودة في إنتاج الكهرباء، إلا أن ذلك لا ينفي أن نسبة السكان الذين يتمتعون بالطاقة الكهربائية ما زالت ضعيفة، إذ أن 20% فقط من سكان السودان يتمتعون بالطاقة الكهربائية. استراتيجياً تخطط الدولة لتوفير فائض لمقابلة أي صعوبات أو إشكاليات في الشبكة العامة للكهرباء بحلول العام 2031 لمقابلة الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية من خلال مجموعة من الحزم والحلول والبدائل تشمل بناء السدود ومحطات حرارية بالوقود البترولي والطاقات المتجددة وتفعيل الشراكات الإقليمية في مجال الربط الشبكي. وفي الآونة الأخيرة أطلت مشكلة العجز الكهربائي من جديد، ما دعا الحكومة إلى البحث عن موارد للكهرباء خلاف التوليد المائي الذي تعتريه كثير من المخاطر، ولا سيما الموسمية منها والمتعلقة بمناسيب هطول الأمطار وتراكم الأطماء على السدود المنتجة للكهرباء. إلا أن إدارة التوليد الكهربائي بعثت تطمينات باستقرار الإمداد لهذا العام، ويبدو أن الفجوة في استهلاك الكهرباء تضيق يوما بعد يوم بفضل الاتجاه نحو تعدد مصادر الطاقة الكهربائية وإيجاد البدائل المناسبة لمقابلة الاستهلاك المتزايد، خاصة في فصل الصيف. فهل يمكن الربط الشبكي المزمع إبرامه مع إثيوبيا من تحقيق استقرار الإمداد الكهربائي للبلاد؟